نسمع. ست سنين التالي عشنا على إيقاع أول انتخابات ديمقراطية في بلادنا، هل كنا قد الأمانة؟ هاد السياسيين زادة متاعنا كانوا قد الأمانة؟ برشا أسئلة تطرح. وكما اليوم من 4 سنين التالي فقدنا مجموعة من خيرة شبابنا في عملية سيد علي بن عون، سقراط الشيرني وزملاؤه تفقدوا كما اليوم، زعما كنا أوفياء للدماء متاعهم الطاهرة؟ أسئلة الأيام قد تجيب عنها. تصبح على خير.